عمي تعم تعم. هلا انا وياك على ايش كنا متفقين؟ نحل مشاكلنا بالاقناع. مزبوط. يعني حضرتك اذا انت ما اقتنعت بالحكي بتقنعيني بالصر معي. انا خلصت حكي. كيس ايش اخذ معي؟ جمتاس ولا بلاستيك؟ اللي بدك يا ابن عمي. اللي بتفصله انا بلبسه. مرت عمية؟ عمية؟ مرت عمية؟ عمية؟ شو؟ مش الحال، رجال عمره 90 سنة، أولادهم مستعدين يدفعوا لي 10,000 ليرة بالشهر لأنه مفاضني أمه فيه. وأنتِ؟ مشغل خياطة. عال كل وحدة منكم بس تستلم دفعة بتجيب لي فيها جاجة، بدي بيع بيض. ليش بدك تربي الجاجة؟ رح أقول لك وين. هون كان أنا الخاطر وكان بالنية عشان ولد شاطر بكون كده هنية تلي في الخاطر تلي في النية تلي في الخاطر تلي في النية عيني عيني يبليك بيقتلك انت وياه ولا كم مرة قتلك ما تلعب في الطابة هون تعال هون شوف قرب له قرب يبليك بيقتلك كم مرة قلت لكم تلعبوا بالطابق؟ عفوا مو انا اللي شطها. مين اللي شاطها لك؟ عبتها شط لي اياها عشان شق لي اياها. عشان شق لك اياها؟ شق لك الطابق هلا شق لك اياها هي. ولا ليش مالكم بالمدرسة؟ ارخي ايدك لشو؟ ليش مالكم بالمدرسة؟ خلونا عشان نشتغل. عشان؟ عشان ما؟ وليش مالكم عم تشتغلوا؟ ما حدا عم بيشغلنا. ما حدا عم يشغلكم. كم واحد انتوا ولا؟ ستة. ستة. بكره بتجوا كلياتكم اللي عندي ماشي؟ ماشي؟ صار جاهز لاستقبال الجاجات. بيسع صار منيح. انت جيبي قد ما بدك وهن بيدبروا حالهم، سمرن بسبرنا. شو هاد؟ شوفت عينك انجاج.